عندك 10 ماتشات قويه في الموسم، واعطيت لباتنس كالترون تارجت ان هو يكسب 6 او 7 ماتشات فيهم، صدقني كالترون احتمال يفاجئك ويطلع كسبان 8 ماتشات فيهم عادي، الموضوع بالنسبه له عادي، الراجل تخصصه كده بيحب يلعب ماتشات كبيره يا اخي، وبيعرف كمان يرخم على الفرق اللي مفترض ان هي عندها رتم وعندها ايقاع وعندها كمان اطراف. وايه غياب طارق حامد النهارده سبحان الله استفاد منه، اللي هو انا هلعب 4 1 4 1 اللي انا بحبها في الباقي على الاطراف، هلعب سيسي تحت وهحط احمد سيد زيزو قدامه واحط اوباما قدامه على اطراف بن شرقي ونجم والعب مصطفى محمد، وكده كده في الماتشات الكبيره دي بلاقي انه نجم ومصطفى بلاقي انه نجم وبن شرقي تنانين في الملعب، اللعيبه دي بتحب الماتشات الكبيره، الاثنين دول سبحان الله ممكن تحطهم في ماتشات ضعيفه تلاقي ان هم اثرهم مش باين ومختفين، تحطهم في ماتشات كبيره مفترض ان انت مستني منهم اداء هيعملوا لك اداء عالمي واداء ممتاز جدا وهيفرقوك كمان على الخصم، الخصم اللي انت مفترض ان انت بتلعب بيراميدز، بيراميدز للامانه عندها مشكله، هي ان لو شلت عبد الله السعيد من الفرقه وحطيت مكانه اي حد من مكان اقوى من عبد الله او اسرع من عبد الله او حتى كمان زي ايريك تراوري بيروح على الجون اكتر من عبد الله، فهتلاقي ان مفيش اي حد عارف يلعب الناس اللي على الطرف، مفيش اي حد عارف يلعب ابراهيم حسن كوره، محدش عارف يلعب محمد فاروق كوره، نص الملعب فيه مشاكل محمود حماده وعمر جابر، في ازمات كتيره قوي كانت جوه الملعب النهارده كالترون عارف يستغلها تماما، وهي دي معضله باتلز كالترون، تدي له ماتشات صغيره تحس ان هو مدرب قليل، تدي له ماتشات كبيره تحس ان المدرب ده كبير جدا، ما تفهملوش اي حاجه، هو اول جون وصول شهر بسم الله الرحمن الرحيم، هي 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 مالها اول جون وصول شهر مبدئيا يعني ماله وصول شهر، الراجل مدرب ممتاز بيعرف يكسب الماتشات الكبيره، في الماتشات الصغيره بيبقى عنده مشكله، بس ربنا كرمه وجاب الصفقات والدنيا هتكون بالنسبه له ظابطه زي الفل في الماتشات الصغيره والكبيره، اما بالنسبه لباتريس كالترون بقى فكالترون اللي اتفرج على ماتش اف سي مصر واللي اتفرج على ماتش المقاولين العرب ما يتفرجش النهارده على ماتش بيراميدز، مفترض ان انت يعني انت فرد ايقاع بتبدا اول 10 دقايق ان انت بتهاجم وعايز تجيب جون ومضيع كمان فرص على المرمى، بعد كده بتاخد خطوه للخلف تستنى بيراميدز هو اللي يلعب، بعد كده تيجي مباشر بيراميدز بهدف، سيناريو ممتاز وسيناريو عالمي، في توفيق للزمالك في الماتشات دي؟ اه طبعا في توفيق، مفترض اي حد عايز يعمل اي انجاز يكون عنده شويه حظ وشويه توفيق هيفرقوا معاه، انما اقول لك من غير حظ ومن غير توفيق، ما لو من غير حظ ومن غير توفيق كانت في كور جت وكانت في كور عندت معاك زي ما حصلت ماتش المقاولين وماتش الجيش وماتشات كتير قوي السنه دي، ده كان سوء توفيق، انما التوفيق ان انت تبقى رايح على المرمى ثلاث اربع كور تجيب منهم كورتين والخصم يبقى رايح على المرمى خمس ست كور كلهم بيطبشوا كلهم بيخبطوا، طب تصدق امام بالله انا بعد الكوره بتاع الشوط الثاني ابراهيم حسن بيلعبها العرض بالعرض لورا وايريك تراوري دخل ضيعها قلت بيراميدز لو قعد يلعب لحد بكره الصبح مش هيجيب جول، غير طبعا بن شرقي ممتع جدا جدا، انا بصراحه من اول ما اشرب بن شرقي جه الدوري المصري قلت يا جماعه بن شرقي لو ما بقاش واحد من نجوم الدوري المصري فمعناه ان بن شرقي هيكون عنده مشكله في ان هو يرجع لاشرف بن شرقي اللي هو متعود عليه، الدوري المصري فرصه متاحه جدا لاشرف بن شرقي ان هو يفوق وان هو يعلى عن اي حد موجود في مصر لان اللاعب لاعب ممتاز جدا وبيفرق عن اي حد موجود في مكانه، لان اشرف بن شرقي حاله خاصه وتركيبه خاصه في الماتشات الكبيره زيه زي محمد ونجم، ونجم اللي ممكن يكون عيبه ان هو بيتنطط كتير بيحب ياخد فاولات كتير بيحب ياخد ضربات جزاء كتير حتى لو مفيش التحامات بس عادي هو اللاعب بيعمل سيميليشن بيعمل حاجات عادي متاحه جدا ممكن تستفاد منها وممكن تعمل اي حاجه بس عادي مش اي مشكله غير طبعا انا كوندا مصطفى محمد اللي طبعا لازم يكون واحد من احسن المهاجمين في مصر اللي لم يكن افضلهم في الفتره الحاليه لان مصطفى في حته ثانيه خالص يعني انا بتفرج على الراجل في الهدف الاول الهدف الاول سيبك من غلط المهدي سليمان والمهدي بيطلعها بطريقه غريبه بس المهم مصطفى محمد والتمركز بتاعه وكمان الراجل ما بيملش ولا بيزهق وبيكمل في اي كوره حتى لو المهدي هيمسكها وده مجهود يحترم بالنسبه لمصطفى وكمان احمد سيد زيزو واوباما اللي ما كانوش في الفورمه ولا في الحاله بس يحسب لاوباما الثرو بتاع الهدف الثاني الثرو عالمي لكاسونجو برضه سيبك من ان كاسونجو كامونجو جابها بطريقه ممتازه جدا بس بصراحه نجم يعني اخيرا اوباما نصف الفرقه ونصف ال 90 دقيقه اللي بيلعبهم كل ماتش اخيرا عمل ثرو الحمد لله ربنا كرمه وعمل ثرو غير ان عمر الشوط الاول كان جيد ان في لعيبه في الماتشات الكبيره بتبقى منتظر منها ان هي تبقى تنانين قوي مقدر انت بتنتظر منها ان هي تكون في الوضع الطبيعي وفي الرينج الطبيعي والمعقول بالنسبه لها. اوباما النهارده كان معقول جدا، اوباما النهارده كان جيد، اوباما النهارده عارف يخلق فرصه الهدف الثاني، احمد سيد زيزو برده النهارده كان عامل مجهود عالي جدا خصوصا يعني انك بتلعب قدام نص ملعب رخم ونص ملعب مستعد يلعب قدامك بنفس الطريقه وتلاقي كمان ان انت بينزل لك ايريك تراوري وتلاقي ان كان بينزل لك محمد فاروق وبينزل لك ابراهيم حسن فكانت خناقه بالنسبه لاحمد سيد زيزو ان هو يرجع يغطي مع سيسي شويه هي كانت الطريقه 4 1 4 1 بس احمد سيد زيزو كان بينزل يستلم من سيسي علشان خاطر فرجاني احنا عارفين الايام دي ان هو بيتمشى والسكر والسكينه بس برضه هرجع اقول لك فرجاني حتى هو بيتمشى احسن لعيب في مصر مركز 8 بعيد عن اي حد لعيبه الزمالك فرديا عاليه جدا جماعيا لما بيكون في ماتشات كبيره تلاقي ان الفرقه فارقه عن اي حد
بس برضه بيكونوا موفقين، مش هنقعد نضحك على بعض وهنفتري. هي بيراميدز النهارده لو شلت منهم عبد الله السعيد زي ما قلنا في البدايه ولعبتهم باي حد، تلاقي الفرقه عندها جاب وعندها فراغ كبير جدا، لان عبد الله بيفرق معاهم. وكمان موضوع ان انت تبدا بابراهيم عادل ده كانت غريبه شويه، لان انت كنت كل اعتمادك على الناس اللي بتيجي من الخلف للامام، والغريبه كمان انك كنت بتلعب كوره عاليه علشان خاطر بتعتمد على الجامب بتاع اريك تراوري، الجامب بتاع اريك المفترض ان هو بيلعب قدام اثنين من المتخصصين، الونش اللي هو بنتمنى له ان ربنا يقومه بالسلامه، ومحمود علاء. بس برضه يعني المدرب بتاعه مانتي تشيتشيتش، الراجل ده بصراحه مدرب ممتاز ومدرب جيد، بس هو عنده مشكله يعني اسمه صعب واسمه نطقه اسمه غريب جدا. بس سيبك من اسمه، الراجل بصراحه شغله باين مع بيراميدز، وكمان المشروع انا حاسس ان بيراميدز السنه دي بيدور على ان هو مركز ثاني مركز ثالث، بعد كده لما يخش بتقل في الماركاتو ويجيب لعيبه هيبني مشروع قوي جدا هينافس بيه الاهلي والزمالك على صداره الدوري وعلى المنافسه كمان على البطولات المحليه والقاريه، لان شايف ان بيراميدز بيبدا مشروع من تحت بهدوء، مش متسارعين في اي حاجه، الناس ماشيه خطوه بخطوه، عندهمش اي مانع ان الزمالك يكون كعبه وعال عليهم في الماتشات. الزمالك بيعرف يكسب بيراميدز عادي جدا، ممكن يكون كعبه وعال على بيراميدز بلغه الكوره عادي جدا، بس بيراميدز في المستقبل القريب يا عزيزي مع الاسف الشديد هتكون خصم رخم وفريق منافس على البطولات. واتوقع كمان انا برضو كده الزمالك هيفضل كعبه وعال على بيراميدز. الزمالك عمل جيم تكتيكي ممتاز، شغل كالدرون بيبقى في الماتشات الكبيره ان الراجل بيعرف يلعبها، مش مطلوب من كالدرون ان هو يفضل يلعب وان سايد جيم ويفضل يدور على حلول لعيبه، مش مطلوب منه اي حاجه في الماتشات دي، مطلوب منه بس ان هو يكون بيعرف يدافع. ومع باتريس كالدرون التزام دفاعي بالنسبه لعيبه الزمالك بالحرف وكله بالمسطره، ولعيبه الزمالك لما بتختار ان هي تدافع الموضوع بقى صعب جدا انك تجيب فيهم هدف، وده اللي خلى تشاتيتش يعمل تغيير غريب جدا ان هو بينزل دونجا مكان ابراهيم حسن علشان خاطر دونجا بيشوط من بعيد. دونجا اول ما نزل راح وعاطي واحده من بعيد، بعد كده مفيش اي حاجه، فضل دونجا زي ما هو لعيب ديفندر ما ينفعش ان انت تديله واجبات هجوميه حتى لو بيعرف يشوط من بعيد. فده اللي كان مخلي الزمالك مرخم على تشاتيتش، اللي هو فرقه متمركزه في نص ملعبها، فرقه واقفه قدام الجون، لازم ان انت تحركهم بتصويبات، بس المشكله كلها ما كانش في حد يدير تصويبات، ولا في اي حد بيعرف يعدي واحد على واحد، ولا الدنيا كانت بالنسبه لهم عامله اي هجوم ولا اي خطوره على مرمى الزمالك غير يا دوبك شويه هفوات من لعيبه الزمالك. الف 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 مبروك لكل جمهور الزمالك، والف الف مبروك ان الزمالك بيخلص في المركز الثاني بدري بدري علشان خاطر يركز مع دوري ابطال افريقيا، ومش تخسر اي حاجه بقى لو انت بالمناسبه عملت لايك، والله ما عيب.